ونبقى برئاسة الجمهورية، حيث ترأس صباح اليوم رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو أعمال الاجتماع الشهري حول الصحة في البلاد بحضور رئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة والمانحين الدوليين والشركاء الفنيين. زينب سليمان والتقرير. بحضور رئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة والمانحين الدوليين والشركاء الفنيين للتنمية والوزارات المعنية بشؤون الصحة العامة في تشاد، ترأس صباح اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الاجتماع الشهري حول الصحة العامة في تشاد، والذي جرت العادة منذ أكثر من 5 سنوات بأن ينظر فخامة رئيس الجمهورية على الأحوال الصحية في عموم وربوع الوطن. الاجتماع تناول عدد من المشاكل الصحية العالقة في البلاد، وكذلك دور وتفعيل المنظمات الدولية العاملة في مجال الصحة، ودرس بعض العوارض والظواهر الطبيعية المتعلقة بالأمراض الموسمية كالملاريا والسل ومرض الكبد الوبائي، وإيجاد سبل القضاء عليها في أقرب فرصة ممكنة. كما عرض الاجتماع تقرير ونتائج الاجتماع الماضي والذي انعقد مع نهاية شهر يونيو الماضي، وعرض أيضا تلك الأمراض المسجلة والتي تنتشر في بعض الأقاليم مثل الكبد الوبائي، والذي يشهد اختفاء نهائي في أقليم السلامات، كما أكده أمين الدولة في الصحة العامة الدكتور محمد نظيف يوسف. اليوم التقينا الاجتماع الشهري وناقشنا التوصيات الماضية، والحمد لله بشكل عام الصحة حتى الآن المؤشرات اللي عندنا مطمئنة، كل شيء بخير. ناقشنا موضوع الملاريا وموضوع الأمراض التي تحت المراقبة وموضوع الكبد الوبائي في مستوى السلامات، وكذلك سوء التغذية. هذه العناصر كلها ناقشناها بجدية ومع الشركاء، والسيد الرئيس أنطى التوجيهات الكاملة. لا بد من مضاعفة الجهود حتى عملية وأنظمة الصحة في تشاد ترتقي، تكون في مصاف الدول الأخرى. الدولة التشادية تبذل، والحمد لله هذا الاجتماع الشهري نادر لا مثيل له في العالم، الرئيس شخصيا يشرف على تطور إيجابيات الصحة في تشاد. الحمد لله، ونحن نتابع هذه الأشياء بجدية إن شاء الله. ومن الجدير بالذكر أن الاجتماع تناول أيضا مشكلة الاكتفاء الغذائي، والذي أن قل تسبب في أمراض النقصان الغذاء والذي تعاني منه بعض الأقاليم بسبب كثرة اللاجئين كأقليم البحيرة، وهو ما كان أحد المحاور الأساسية التي طرحت في الاجتماع. كما وضع الاجتماع خارطة الطريق وبرامج لمحاربة الأمراض المستعصية وأمراض أخرى تحت المراقبة لحين الاجتماع المقبل.